بولس الرسول عالج موضوع القيامة وتكلم عن نتائج كارثية لو لم تكن قيامة لأن القيامة مثل ما ذكرت هي حجر الأساس والقلعة الحصينة لإيماننا وإرساليتنا وعقيدتنا فإذا مرتكزة مؤسسة على قيامة يسوع وأن يسوع المسيح حي فإذا لو لم تكن قيامة كورنثوس 15 كورنثوس الأولى 15 يقول يعني ما فائدة التبشير ليه من بشر لا معنى لها ما فائدة الإيمان إيمان يكون عقيم ما فائدة الشهادة جميع الشهود والكارزين بالقيامة يكونون كذبة فإذا إذا ما فيش قيامة لا خلاص ولا فداء من الخطيه. اذا ما فيش قيام كل المؤمنين الذين سبقونا يكونون قد هلكوا على الفاضي. يكون شيء اخر يكون المؤمنون بالمسيح اكثر الناس مدعاه للرثاء مثل ما بقول انتم بعد في خطاياكم فقدان الرجاء بالكامل نكون مثل ما الآية بتقول أشقى جميع الناس لكان كل التضحيات المبذولة وكل العمل في حقل الرب ضاعت سدى ونكون فعلا مدعاة للرثاء في هذه الحياة أين الأمل أين الرجاء فيصبح حالنا فلنأكل ولنشرب لأننا غدا نموت لأنه حب إحنا قلنا إنه المسيحية مش رغم تفوقها وسموها عن كل الأديان سواء بالتعليم بالمعجزات بحياة يسوع بكماله يعني شيء مذهل ولكن كل التصريحات وكل الكلام كله بيرتبط على الموت والقيامة فإذا كان كله فاضي ما إلوش أي نفع ولا إله أي قيمة طبعا القيامة إلها نتائج تعني انه الخلاص حقيقه، تم انجازها، فالقيامه تؤكد أن يسوع مات على الصليب. ثم تضمنت القيامه قيامه الناس، وهذا هو الرجاء المبارك اللي احنا بننادي فيه، فالابرار الى قيامه الحياه، الحياه الابديه. والخطاه يواجهون غضب الديان ثم الهلاك الابدي. القيامي هي إعداد لتحقيق وعد يسوع أنه سيأتي ثانية مش رح يجي ثانية إلا إذا كان قد قام من الأموات أولا القيامة كسرت قوة القبر وشوكة الموت بل أثبتت أن المسيح هو المنتصر وأثبتت أن المسيح هو الفادي القيامة هي قلب وحياه ونبض المسيحيه بدون القيامه لا توجد مسيحيه